ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون ويوم نحشرهم ديانا خلقي ولكم نوت فجيم أديكهم دخلقي ثم نقول للذين أشركوا ورن دنیا رت شرکی و جتین کنی جن مکانکم بکم جرسن تا آجنانی جن آنتم و شرکاؤکم فنی فی رب و ون کیسنو فزیلنا بینهم الدوسانی دیفی دوم من حضر گرفون وقال شرکاؤهم دوب رب و ون ثانی نجانینی ما کنتم یانا تعبدون وانون بتبر وانون قبر ریحی ويوم نحشرهم جميعا ويانا خلقي هندد الريك يا ما خيسا ولكم مرد فجيم اوديسي ثم نقول للذين أشركوا ورى ربي شريخ فرين كني جنو ربي قد مخالقا خنجي برين كني جنو مكانكم أسمى ربنا أسمى تاعة سيئنا أنتم وشركاؤكم سني في ربوان كيسنيو فزيانا بينهم ادو غافل مشرک ثانی کی ادو مومن تو دا غر گر باو ادو ثانی دی ادو مومن تو دا غر گر باو وقال شرکاهم دبر بوون ثانی نے جان ما کنتم یانا تعبدون نو اس وان گبر لاننا ما کننا نسمعكم ولا نبصركم اذن دغنا اس وا گر ولا ولكن امرناكم بعبادتنا وهذا قول كل من عبد من دون الله من سائر الأجناس وقال شركاؤهم قردان قاتل المرب وورى قاتل دنياتهم قبرنين أما كنتم إيانا تعبدون وان قبر شيطان قبر تنبلين سنو قبر سنو من قبلو جميل فكفى بالله شهيدا بيننا وبينكم إن كنا عن عبادتكم لغافلين فكفى بالله ربين قيانا شهيدا جارا قاتل قيانا بيننا وبينكم لويسن الدب إن كنا عن عبادتكم لغافلين جان إذن نقبرو نتدغت وقبان قبلو إيسن نقبر سنجي فقال بالله يعني ان ربين رغادت كان نو في سنت ان كنا جاءت كان بودتي ان كنا والله ان كنا نتان ان عبادتكم لغافلين نغبر ثاني نغبروا هي ثاني رادغتو ثاني غير شاعرين هم بينلتي بحال من الاحوال بعبادتكم او نغبر ثاني لو اقبن قنو يعني هناك تبلو كل نفس ما أسلفت وردوا إلى الله مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا يفترون هناك تبلوهن وموطفة في عماد الريك يا ماسن كيف تتبلو كل نفس نمقرم تقول للبنا ما أسلفت وان دبرفت نمقرم تقارون هناك تبلوهن يا ماسن كيف تتبلو نكراتي كل نفس كل لب ما أسلفت تنشون توتو أمتو روان دبر ستن كراكي في دنيا وتعرفوني بيتي هل وضار بها أو نافع لها هنالك دريك يا ماسا كيدت قبلوني مقرم في كل لب روان دبر ستن وردون ديفمن إلى الله كما رد ديفمن مولاهم الحق موتی ثانی غندگا خانتے وضلانهم ما کانو یفترون کی جبنگو خان کی جبن ارافہ ذاتا وضلانهم ارافہ ذاتا وردو الاللہ کم ربید دیکھمن مولاهم الحق موتی دگا خانتے جج وضلانهم ما کانو یفترون کی جبنگو خان اومن ربی قدی مغالقا دیبرا حجران سن ارافہ ذاتا هداية الآيات آيان ونرن مقجئلت بيان فضل الحسنة وما تعقبه من نيل الحسنة تلتو هجة درجان ساقدة
تلتو دلدو رد اللي واردو أركتا مني للحسنة تلتو هدو أركتا رمفة بيان سوء سيئة وما تورثه من أسرة وندامة أديت رقل أني همتونا همين همتونو واني همتون نمفتو خسارة في شينا بهين قمن وتجبه من خسران خسارة نمفتو سديسا نمو تغرير مبدأ تغرير معتقد البعث والجزاء بعرض صادق واضح الله جل ايقاد وانبودا كافماني غلطة غلفماني آيان ندي سبجيسيني رقاتي سيئا افرافا تبرؤ ما ولد من دون الله من عابديه قل قل الله ورد دنيا جيبرمي زبرمو ورد قبره راب قل الله والله قل قل الله ورد دنيا جيبرمي دنيا تقبرمي انا عابديه وليس قبره راب سواء كان المعبود قبل منكم ملائكاته نامته جنيته مخارقاته الكل يتبرأ دينه نقول قل الله ومن عابدين ما يتقبل الرب ويستشهد الله تعالى رب رقابه رب النقبه بعني سنقبله من قبوجه شنيسا في عرصة القيامة تعلم كل نفس ما أحضرت وما قدمت وما أخرت وتبدو ما أسلفت فتعرف أن لها أن تنتفع بما تعرف بريك يا ما غيث كل اللبوران بيك ما حضرت وان دلائد ديكي برجل ما قدمت وان دبرخت وما أخرت وان بودان ستس وتبدو ما أسلفت وان دبرخت وان دني مقرنتين نكراتي فتعرفني بيك دوبا إيسا وابن أفره وما تكنبر وستس آية وَمَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أَمَّن يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ قُلْ يَا مُحَمَّدُ مَن يَرْزُقُكُم مِّنْ دِيَانَتِ سامي دكيرا روبا مغرى نيوي سنديانسا اما يملك السماء والابصار انت دغيتي في اركا اركا دبا ومن يخرج الحي من الميت انت جراتا دعا راباسا انت دعا جراتا راباسا ومن يدبر الامر انيو جيتا ليه غرادا غالتا وسيقولون نجان الله الله جان فقل فلا تتقون إساهوني بيتني أكم صدار أبدني شريخ أبدني وجودا خوني أمن كير بان أمن نبو أمن كير ببيون نامل إله قل جي يا محمد وإنت سندي أنسا قل يا رسولنا يا رقاه يجيني أمت مشركا خنانجي أنيو سميدك راروبا مغر أنيو سندي أنسا جين أنيو فريفي مناني سندي أنسا جين أمن يملك السمع والأبصار أنت أركا لجيتي قلبي اللي أنيو أركا قبا لجي آخي سن أركا خي سن أنيو أركا قبا بحيث أمن اللي يوفن أمو إفيدي سيوفن إسن دور كتخ أنيو جراتا دو الراباسة أكهنو إلمو شنبر وفاكن ليلة ويخرج الميت من الحي أنيو دو أجي جراتا الراباسة فنو أكهن ليلة فانا لكور رابان والنخلة تمرضى من النواة كلها والنواة كلها من النخلة تمرضى ومن يدبر الأمر أن يهجيت ليه رغد قلت سميدة كلها والحقن يقول يا والفان في دوفا روب بوصوفا دوا جروفا درما مسكين مافا ولا فين قيافا فيا في فيان بفا إلى غير ذلك فسيقولون دوبا نجان الله خنهند خندلق رب جان إذ لا جواب جاوني برانجيرو خنمليخا فقول جين دوبايقا كنساتي أفلا تبتغونا إسا جاكوه نبايتني ما صداتو ربني شريخا قوتني في حايا فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنا تصرفون فذلكم الله خنكنا دلقوا الله ربكم الحق موتي غيثا كندقا خنتي جئيني
فذلكم دبتما خنا هنداغو سميدتي بيوان قاوما مخنا هندها وميجل أجيزو ربكم الحق ربي غيثا كان كجبا تهيني فماذا بعد الحق والنتوهيد مليجل نتهي إلا الضلال شرك مليجلين مليجل نتهي فأنا تصرفون ما أكمل قرقلتني توهيد ربي تنزال فماذا بعد الحق والنتوهيد مليجل نتهي إلا الضلال جلنا مليجل نتهي فأنا تصرفون أكمي غرغلتني حقا هنئك بيتم بودا غرجلنا نعيا كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون كذلك هن أكما جنهنت حقت كلمة ربك بل أمن ربي ردات أجرت على الذين فسقوا والردين رابير الرق أجرا أنهم لا يؤمنون هنا من جئتنا كذلك مثل ذلك الصرف لهم أقوم مشركاه حقا يجب خنبود أغرى جلنا راغرى غلقنات لهم أقوم مشركا ربا هناه يجب توحيد حقا بخنبود غم جلنا شركي راغرى غلقنات حقت كلمة ربك كلمة ربي ردات يجب على الذين فسقوا والذين رابير الرقات يجرت مالي أنهم لا يؤمنون سلاهون أمنني يجتون الله إسانين أمنني يجتون هداية الآية أمو أن آيان رغن مقجلت تقف مشرك العربي كانوا يشركون في الألوهية ويوحدون في الربوبية مشركني عربا ولوهيم ما جبرو خيث دبرو خيث ترد دي شريخة قنا أما أوما دلقا خيث ترد دي تقوم سنجد لما فا وليس جنافين أن يوحد العبد في الربوبية ويشرك في الولوهية أبا أوما دلقا رب تقوم سنين وقوم سنين تقوم سنين أبا جبرو نا أما شريخة قنا واتقى طوهن سنة من قدو جج صدفة ليس بعد الحق إلا الضلال فلا واسطة بينهما فمن لم يكن على الحق فهو على ضلال جيش حقا بودت في جلنا ملين جرو حقا في جلنا خنيدو والنبرات كنجر في جيش نمني أقرر جلاتو ساكم حقا رابو جلنا مسينا ملين إدو تنا والنبرات كنجر أبرافا التوغل في الشرك والفساد يصبح طبعا لسائبه فلا يخرج منه حتى يعني كبهية نمن شركي خيثي وفقاتي بدي بالليسا خيثي وفقاتي شركي في بدي بالليسا مصن طبيعة عطيس إنو ما توت مزو عملي غندير جيش آية قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون قل يا محمد هل من شركائكم ربوا كيسا كنرى والرئيس الرب يتنيد برتنيد برتن كنر ما يبدو الخلق نمنئ ما يقلو دندو نجرا يقل في غندب سنجر قل الله رب ما هو ما دل يقل أما الزيب سوتا قل الله يبدو الخلق رب ما هو ما يقل ثم يعيده أما الزيب سوتا فأنا توفكون أكمي قرقلتني توهد ربي جباحنا الرالا قل هل من شركائكم ربوان دنيا قبرتني قبرتن كنر نمدرو ما يقلي آخرت ديبس وطاو نجرا ديبس انقبني أتمان ديبس إيه قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده درد رب ما أومي أما رب ما ديبس وطاو فأنا توفكون أكمت دوبة وحيد رب جباسا نرادر غلطا قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون قل يا محمد هل من شركائكم ربوا قبرتني قبرتن كنرا من يهدي إلى الحق نمني توحيد أدوغن نمغة جيرتني جرا دوغة ديبسان قبني جئيني
قل الله يهدي للحق رب ما توقن مقجلت أفمن يهدي إلى الحق دوب ربي توحيد أدوقن مقجلت أحقوا أن يتبع فانا ديما متعقمو أما لا يهدي إلا أيودا نمنا مقجلت تره في فوق جلف مومنه نمنا مقجلت سنجيك فما لكم كيف تحكمون أقام تادا سوقا وانا كنا فردي جوتني نما خرط كنا ما قد يجندن ده كم جلجة بلجي يا محمد وحال من شركائكم رب واندر دنيا تيجي برتاني كا برتان كنا را نمني كما توحيدا نما يا منيجرا نمني كما حقا نما يا منيجرا لا يوجد نار كم جلجة لأنها واندر كا برانتوني هندو بطو سيني سمجاي تو سنا أبا ما يهدي دوبنا ما كما كان ما قد يجوت رد غنتها أحق أن يتبع فانا ديما متعامو أما لا يهدي إلا أيهودا نما تساتي فوق جلفمو نما قد يجوت رد غنتها لكي غنم نما قد يجوت جل ديما متعامو الذي يهدي إلا لكي أحق يجوت عندما كان ما يعمود دوابا بأن يتبع فانا ديما متعامو أما الله يعتدي نمنا من قجر تنرت إلا أيودا تذاته وقجر سميمالي إذن لما لا تتقون دوبئك سمالي من صدان ربي فتوحده ربي من تبقون سن وتؤمن وإرقا سامان دقون سن كتاب سامان دقون سن فتعتدو سلعني قجر سن وتدركوا مالي في النيرن مغانقان ما جنني قبري قبري برسن كان التي لا تعديد لك كما حقاتن من قجر سن فما لكم أقام داتنيه تقاو سمال ارتتنيه كيف تاكمون وانا كنافر ديبوتا وانت ساتفو خرار رنجي رجل ديبو خرار هايا وما يتبع أكثرهم إلا ظنا إن الظن لا يغني من الحق شيئا إن الله عليم بما يفعلون وما يتبعوا عندهم أكثرهم هدون خلقنا إلا ظننا يا دائرق ورثاني ذات أركملي واني ورخين يردت أقرهوني خلعالا وما يتبعوا عندهم أكثرهم هدون خلقنا هندهم إلا ظننا يا دائرق ورثاني ذات أركملي إن ظننا دوبا يا دائرق نموني لا يغني من الحق شيئا دقار راواتك قدهم سندن ديولا وما يتبع أكثرهم إلا ظن أن أكثر هؤلاء المشركين الرهد والرشركي قلوهني أما مخارقان ما جني قبرو خنغيثت دائما يا داهرق والرساني برا أركن جلمني أما وإن الظن يا داهرق نمني لقار رواتك كان دائما إن الظن لا يكفي نمانجو علمي را نمانجو ولا يغني عنه بكمسر را نمانجرون سوا إن الله عليم بما يفعلون واني سندل ربين بيخانا أركانا في جزاز قلتانا في هداية الآية آياني أكجدت تطفان تمرير التوحيد بإبطال الآلية المزعومة حيث اعترف عابدوها بأنها لا تبدأ خلقا ولا تعيده جج أما اللي توحيد لقاتة آياني أما اللي واني قبر ما هندنو هنجر تجيب اللي سنا وقال ورمان في قبر خلو واني سن قبر تنتني وأمت آخرا نجيب الكيوكو يالك هندين استجان إسلام أما الخراق أنا ما قجلتن دن ديسو رب ما قجلتن ليوان جاني لما فإبطال الآكام الفاسدة وعدم إكرارها ووجوب تصحيحها آكام لحكم بدون أما اللي بللي سود وعدم إضرار يا رقاسي سودا بودالان آقام انجر حكمي انجر تدين القرآن حديثة انجر بللي سودا حمد اندين كرد دي بسود صدفة لا يقبل الظن في العقائد بل لا بد من العلم اليقيني في عجج ونين إيمان نمانتاتو يادان ونخني وان كان نما نفقاتين ايمانا تاك يقينا تنتاك علمينا تنتاك ونين توهن ذنين انا منو انتهو الربان جانيب وجينا يوم اللي سمالي
أورف كراهية القول بالظن والعمل به وفي الحديث إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث أما اللي يادا إرقا واجتون يادا وادلقون إرجبان أين برباكس حديثته إياكم والظن يادا رافقات ناجا فإن الظن واني يادا رانوه كجب الرئيسا همانا هيا وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين وما كان هذا القرآن قرآن لمهم فقروه من ثاني أن يفترى من دون الله ربي قدك جبمان ثاني وأن محمد ربي قدك جبمان ثاني ولكن تصديق الذي بين يديه بدون كتاب بني تدراتته وتفصيل الكتاب لرقر بباسا كتاباتته لا ريب فيه شكي غنين قمته من رب العالمين موتي بيهن دارتهم صلاة وما كان هذا القرآن قرآن محمد قرأه هن انتاني قرآن قدام هن انتاني أن يفترى من دون الله ربي قد كجب ما ينتاني رب ما يجهمله ولكن تصديق الذي بين يديه بقومسا كتابا إذا دراتته كلام ربي بقومسا كتابا إذا دراتته قرقر باسا هند وان المنى ما تهاج موتته لا ريب فيه من رب العالمين ربي قد راته ونسا شك ما هم قبول في أنه وحي الله وكلامه آية. أم يقولون افتراه قل فاتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين أم يقولون بل يقولون كافره النجا افتراه قرآن هنا محمد ما يزدراجئ وديا محمد فاتوا أكسا بخطا بسورة من مثله سورة قرآن تقو وانگنا راو دے سو خی ستی ترکیب بری دو خی ستی افنی عرب کساتی سورا کنا تو کون کوستا ودعو من استضاعت من دون اللہ ورے ربی گدی گبرتنی گبرتنی لے گرگر فتح این کنتم صادقین محمدی اگراجی خیسی گردو بادی ست اللہ ام یقولون بل یقولون نجانی افتراہ قرآن حر محمدی اگراؤو بے جان وجيء محمد فأتوا بسورة مثله سورة قرآن حقنا تكون قوتا درا در جملة قرآن تكون قوتا جهني دستبن ايغا في سورة قرآن تكون قوتا جهني دستبن ايغا في سورة تكون قوتا جهني دستبن ايغا دستبن سرى أمن آئي بدا آخرى سرى ايغا جهني ودعو من استطعتم نمك برتني قبرتني قالي سارت ديگا دي قوتني ديامتنا إن كنتم صادقين محمد إذبرا جيخ سيئر بادو قتل بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين بل ما قد قرآن تنبغنيمي بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه وان بيطون جزاتهم مرسن وان به قنزتان و بطنی که جرسیتن قرآن خدا بلکه زبونی که جرسیتن بمالم یحیط و آمین و بطن بیلمهی به قنزتان ولما یاتیم خیزانیت تندوهن تاویلهو هی کام معنا سا خبویا قیامات کدانی که کما ورما کاخن کذب الذین من قبل ورن دریس رب نبی ثانی که جرسیتن فانگر که بکان عاقبت الظالمین دوت دین کافر آرکت تیانت بودا آنت مینا لیجا ربی جج بل ماز بکی قرآن آتن بخودن دینینی کذبو بن عالم یحیطو بینی وان بے کمزتاتی مرسنیه نبتنی کی جب سیسا قرآن آتن ولما یاتیم تاویلو حکم مانا سادل کنن دفن ونی قرآن نیم هم بیوم قیامات فهم دلوخ كذلك كذب الذين من قبل مكما ورمكا هنا وردوا للرب نبي ثاني لذنك جزيسا فتدوا بربي فانظر يا محمد أمينان جان كيف كان عاقبة المكذبين بوده وراءك في جزيسا كتبوا دعاني ميلاني بكنا الكنية جان ربي محمد
هداية الآية تبرير عقيدة الوحي وإثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم قرآن نمونه بإذن رب راته جيتشو نايمة نبي الله محمد النبي ربات جيتشو نايمة آياني لما فا من أدلة أن القرآن كلام الله تصديقه للكتب السالفة وعدم التناقض معها إذ هما من مصدر واحد وهو الله رب العالمين جاء أما اللي ربما قرآن كلام ربي توان مجور رائلان ربما قرآن كلام ربي سهو رقابه الرائي مارن قرآن هون كتاب وان دبره دومس كتاب وان دبره وزيبو ربهم مارن كتاب دبره في إنني بطو مدقى رفني رب مرر رفني ميره آية صدفة من أدلة القرآن على أنه وحي الله تعدى الله العرب بنسيان بسورة واحدة في فصاحته وبلاغته وإعجازه وعجزه عن ذلك جاء أما في قرآن وحي بيت ربي تهم الرأي قرآن كلام ربي تهم الرأي ربي كنو عرب دا النفسي سورة كنكوتا جيد دا النفسي خانا قذفة إنهم ما قبن خاكسي بلاغاهم قرر دبة خاكسي إعجازة قبل الله قرآن فساهم ما في بلاغهم ما في إعجازهم مستير خانا بقاتهم قد تاجيكم ودأت نفسي قل الله ما سيغرتي ذا قرآن كلام رب بيتو سيغرتي أورفة استمرار المشركين في العناد والمجاهدة إلته أنهم لم يذوقوا ما توعدهم قرآن التيامنو تجرى ومنهم ورمك هنران مقرآن محمد التيسن من تجرى وربك أعلم بالمنسبين مشرك تجيب اللي تربين كبيخ أجرى ومنهم من يؤمن به أي في القرآن وبالنبي له كابر مكا هنران قرآن في محمد التيسن ورامن وجرى ومنهم من لا يؤمن به محمد في قرآن هنران تلك لنمن نجرى تنابو قرين مشركا ومتوبو دستيامنه قرين قطنا من يجينا وربك عالم بالمنسقين رب كبير على يا محمد وردتي بل ليس قرآن تنامن نخامن رابيخ وإن كذبوك فقل لعملي ولكم عملكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون وإن كذبوك كافرا وقيوت غجب في ذنفق الجه لعملي نافذ جي من تجر ولكم عملكم في نافذ جي دلقا خيطا تجرى ما تضال من نجرى آيات براء جنة وإن كذبوا الخيارك ضربا كيف آمنوا ربا فقل جي محمدو لعملي نافذ من تدلك أخي يا تجرى إفني في الله من تدلك أخي سنتجرى ما تواول النجرى أنتم بريئون إذن قل كل دواني أن أجدت دلقر أن يقول كل دواني سن أجدتني دلقتني الرواتك ولا أن أم براء ما مليجت نوفي سوال الرواب القل ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم كافر وما كان غانا مسجد القرآن رجعي فتوجد سر ما دودا تيغتاو أفأنت تسمع الصم مسجد دودا رجعي فتا ولو كانوا لا يعقلون على كسي وجه قواق لكم نتاني الله فرمات الله وني خطا ومنهم قاتل كافر ومكا هنرى من يستمعون إليك نما قراتي أتي قرآن قراتو قم غيتي لقائفة وجرة درجة غيتي خلقائفة وجرة وقالات قرآن قراتو أمت عجج ونال تقاو يا منال تقاو وانصر ونال قرآن نما لقائي عملي واتك كيسان فامسا فيدو يجو أفان تدلنو سمم ومن سلدودا نفسي دودا قلت جواها نفسي كجيسي تجيسي سا ولو كانوا لا يعملون إذاني أكتسي وجن أغلي سنقم نيقوانا إنه يسيب سجيسي
ومنهم من ينظرك إليك فأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون من ينظر إليك ومنهم أمو كافر هو مكاحنا ذا من ينظر إليك نمز مخي قجرة من ينظر إليك نمز مخي قجرة جامت تنمرا أفأنت تهدي العمي ميب الله في كدير شاب الله ولو كانوا لا يبصرون خواتك كان قررنا إجابة ولو كانوا لا يبصرون إساني واتك كان قررنا أجيش بنديس جرتيس بنديس إن الله لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون إن الله لا يظلم الناس شيئا ربي من مرة دلقا صواب دلقا ثاني واتقن الرسل ولكن الناس أنفسهم يظلمون نمنيه ما فيه من أملنا إن الله لا يظلم ربه من الرسل الناس المن مرة شيئا دلقا ثاني واتقن الرسل كيف ما فيه الرأي الرسل يجون إن الله رب العالمين لا يظلم الناس شيئا دلقا من مرة وادتهم بل ليس نرس ولكن الناس أنفسهم يظلمون إلمي ما إفما فيه مين بل حمتو أجته دلقوا الله هداية الآية إخبار القرآن بالغيب وصدقه في ذلك القرآن وان كان آدان هو ديس القرآن أما اللي وان كان آدان هو ديس وان كان يتلقون سندقا مجد لما فا تقرير معنى آيات فإنها لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور جاء آيات ذي معنى آيات براتك خاف كنجو فإنها لا تعمل أبصار وأركاب كذائرة تنام تبلات هذه ولكن تعمل قلوب التي في الصدور قلبي وما في بلات مليج وما تدفع تعليم رسول الله طريق الحجاجي والرد على الخصوم المشركين جاء برتز رسول الله رب تعليم رسول الله ارغاثا برتز رب قرا حجا والرد على الخصوم المشرك رتكت دي صلى الله عليه وسلم فورفا انتفاء الظلم عن الله تعالى واثبات للانسان لنفسه رب ظالم ما في الراد يعني من ظلم جه أموال من أمالك وصائف من ظلما أجنه مجهين ويوم يحشرهم كأن لم يلبسوا إلا ساعة من النار يتعارفون بينهم قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله وما كانوا مهتدين ويوم يحشرهم بجربين كافرة خنولك أبوك فجيب يوديسي ويوم يعشرهم بيانا إسان قبر قبر ثانير را بيانا إسان ولك أمن موتر قياما خيصت بيانا ولك أمن كاللم يلبسوا أبتما نما تكتان تايني اتفاقات دنيا را قبر خيصة إلا ساعة من النهار يرو بيان را تاتملي بيانا أم ربهم خلقك وقاهما مؤمنا كافرهم دور اتقابوا كالم يلبسوا كافرة عن الرد التموان تبقى دنيا الرد كاو قبري خيسا تايني فقط إلا ساعة من النهار يروا بجاتا كملي ليتعرفون بينهم الدو سانين التوال بيخا المابلو التوال بيخا الله قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله ورين ايقاد يبودا كافمنا رب قنمو فنكن قنم جئيك جبسيسي هونغاوه قد خسر هونغاوه الذين كذبوا ورين كجرسيسي ايقادوا انبودا ربي قنمو خان كجرسيسي انكاف امنو ربي ولنقر رجعي خان كجرسيسي هم باوان وما كانوا مهتدين قجيلوا سنتانهم من سنجلات عملي وإما نرينك بعد الذين عدهم أو نتوفينك فإلينا مرجعهم ثم الله شهيد على ما يفعلون وإما نرينك يوسكر في ابن محمد بعد الذين عدهم قريك تعطى عذاب كافرة بل لم نيل فخين يوسكر في ابن قاريهم أو نتوفينك يوسكر في ابن يوسكر في ابن
فإلينا مرجعهم دابين دساني كما رينا ولفن بدوه ثم الله شهيد على ما يفعلون وان سندلق نغت ربي الرقالة وإما نرينك وثقر في ابن محمده قريك تعطى في عذاب كافر أبل من دنيا في أركو وثقر في ابنه حوته تدو سنقر في ابنه وثج ابنه دابين دساني كما رينا ولفن بدوه ثم الله شهيد على ما يسألون وان سامدل غنرت ربي الرقاء ذكر راتنا ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولكل أمة كل ورده خنافه إركان أجل فإذا جاء رسولهم إركان ثاني وقتلوا فيه قضي بينهم الدو ثاني اتحام عنفر في قرمه وهم لا يظلمون إيسان من أملا أي ولكل أمة كل أمة دبري خناته إرقار أجر قم في داخل إرقامي قال ربي خطيك إيسي نملك قال إرقاسني قرمه قرمه خنقل بيس قل بي فإذا جاء رسوله إرقان في داخل قطره بي دره قيامات قطره بي قضي بينهم الدو ثاني فردين قرمه اهوسبو مرام مرامن وجين او جوزو وچون غلطا غلفامن بلکستی حقانجا وهم لا ظلمون ایسانی میدامن توتو ثانی رای رسو همتون دلگین رخایو لانی میدامنی ويقولون متى هذا الوعد ان كنتم صادقين ويقولون كافر وما كاهنك اشنانا بمحمدين جان متى هذا الوعد يجن بلن يبلن تهم دافني أبابا في قيامان نبلن تهم دافني يعني ويقولون كابر رخ الرسول صحاباني جان متى هذا الوعد بلن أبابا خني بلن يقدون بودان خافن تنجتن كلا في قافني يعني إن كنتم صادقين يوهر بعد بطن تاتني أبابا ججربة دافقنا جان اتنا مني نخاني هداية الآية جاء ديبسان أمو قجلتون آياتا تغرير مبدأ المعاد والدار الآخرة إيقظ أمدو دا كافم قبسيس من جنتا من آخرات الجنة آي بدين جران فرقات ومفا الإعلان عن خسران منكر الباس يوم القيامة نبئس في آياني خسارة والرين إيقظ أمدو دا كافم يعني خسارة تانيب صدفة كثلية الرسول صبر في سوم محمدي وحمله على صبر أفسر قاسونا حتى يؤدي رسالته أما إرقاسا بيجيسك بإعلامه بيسسونا بأنه سيؤذب سيؤذب آداءه رب كان أدو ثاني كتابة أورفة بيان كيفية الإساب يوم القيامة أكادات مرام مرامني أديس قيام ياما بآيات الرسول وإرقان أمت ساتر دفا ثم يجري بساب وكبودا مرامرين دفا الدوثاني فينجي الله المؤمن توتني ولا ويعذب الكافر نكتاتا هايا قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله لكل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون أجي يا محمد أمته والريف سينجو إبلغنهم قافم يرقاد بطنكجو خنانجي لا أملك لنفسي لدوخ يا فنطر ضرامي تديبس ولا نفع فيدا أسكبوخ إلا ما شاء الله والرب ناغدو سنمره مالت وانغنا بيغا وجين الاملك لنفسي نبوه يافون طرو ضرع ميتا ديرسو في ولا نفع في داس كمو إلا ما شاء الله والرب ناغدو فنمني لكل أمة كل ورد ريكناتي هو أجل كانت رماني جرت اتخاف من إذا جاء أجلهم كانين خلقنا وقاني خلوك فلا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يرو تک اندر فمن يرو تک قلب ودنام فمن شنکاتو پندر فمن شنکاتو قبودنام فمنی ویاملے
قل قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون يا محمد ورك يا ما تزيبت من أنجي أرأيتم بأوديسا إن أتاكم عذابه قطعت عذاب ربي ويسنبه بياتا كذي أبوتي أركان كيساني أو نهارا تكاهو قيا ويسنبه ماذا يستعجل منه المجرمون مال را آجات لکافر رکتا تا عذاب سن ترسیبتے ججر فتا مال ورہ ما آشنک تو جی انی آرائیتن میں عدے ساکتا تا عذاب نرد بیا کن تکاو کوئی آئے سنید دفے خاضر را مال را ججر فتے ترسیبتا مال ورہ ما وہی بولا ملے آیا اثم اثم اذا ما وقع آمنتم به آمان وقد كنتم به تستعجلون الله أقاس النجا أماني اثم أما منتني إذا ما وقع أقاني في كتاب آذان نقول يقول يا منتني اثم أمي إذا ما وقع أقو آذان نقول آمنتم به إذا منتني أركب النتني الآن أرمو وقد كنتم به تستعجلون على قران ترثي بطنه أكنا جامعنا أثم إذا ما وقع آمنتم به جامعنا أذا سمرون أصفي جمسيس ورد ترتني متى جبين يخنا رد ترتني ثم إذا وقع آمنتم به دوبا قلت أنك يبود آمنتني وينفعكم إيمانكم يوم بيذن آمنتين جزي أذانك ودوبا يسين فيدائن فيد ويج فَيُغْرَقَ يُقَالُ لَكُمْ تَوْبِيخًا وَتَغْرِيَا كِتُرَافِ بَوْشِ سُرَافِ جَامًا آل آنَةُ مِنُونَ بِهِ الرَّقِتَ عَذَابَ رَبِّتِ ذَرَّا مَنْتَنِي وَقَدْ كُنْتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ عَلَى دُرَانُ جَجَرْفَتَنِي تُرْتِيبَتَنِي جِرْتَنِي ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ثم قيل دوبني جامل الذين ظلموا ورئن كبر اللبو ثاني ميدين نجاما لوقوا عذاب الخلد عذاب كتاب الرمضان لأنما جاما جيش ثم قيل نجاما للذين ظلموا ورئن كبر اللبو ثاني ميدين نجاما لوقوا عذاب الخلد عذاب الرمضان تدوما لأنما فالتجزون غلطني قال فمتني إلا بما كنتم تغسبون وعنمد لأيدني جرى يتمل إجامان الله فالتجزون غلطني قال فمتني وانما بلغتني برباد التنملي هداية الآية لا يملك أحد من الخلق لنفسه فضلا عن غيره ضرا يدفعه ولا نفع يجلبه إلا بإذن الله تعالى ومشيئته والنهاية عندنا ما قد يجد قفا نم تقول لن خلق إلا أركان قبو لبو ساتي فنتر نم برادر انقاي هم ترادي بسي سيدا أسكبو نافنتر نم تقول لن حتى نبي ربي إلا بإذن الله أيام ربك بفني ربك ملت وخاب الذين يعولون على الأولياء يجد وخاب الذين يعولون وريرك أولياء ربك أن ورجوا هم قاوان في جلس الناس لهم وهم يقول جاني وضف الشر عن ممتن الرادي بتجانيخ لنبقى العجال معدودة لا تتقدم ولا تتأخر فلذا لا معنى للجمل من رب الله كان ربي وسنمت ويانت وسنا نجرا دران دول فمن وداه سنان فمن تنافوه دبرشر راهم ملو صداتا تونفا ايغا بويا تاملين دول بويا تاتي ايغن دول رمال را صداتا تا رمان فصدفا لا ينفع الإيمان ولا التوبة عند معاينة العذاب او ملك الموتية إيماني وقاني في المعذاب أركني توبان ابو عذاب اركني امنتين ابو ملك الموت اركن من فيد ججو اورفا جواز الحلف بالله اذا اريد تأكيد الخبر ابو ادو جبين سوفا رب انك خطني ادو جبين سوفا برباك سعا شنفا اي حرف اجابة وتمترن دائما بالقسم ناو اي والله اي وربي ججو إيه خيوز الله قناع آياتكين كيف الجنابات ويستنبئونك أحق هو قل إيه وربي إيه يجون سني خاني يلان بمجاواني إيه دايا ساتي إيه يجون كنها في إجابات
وتقترن دائما دائما تلك اندويت خفو وجندو ناو أكا إي والله إي وربي ما الله سبحانه وتعالى عالم درسين شنتمي في سديتي فأ آيات شنتمي سدير لاحاتيتي إلى آيات ترباتني تدمتي سورة يونس جزئي تلتقى فأ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويستنبئونك حق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين يقول الله عز وجل ويستنبئونك أعوذ بالرباب يا محمد أوسئ ضيفة أحق هو قرآنهم بكم الرب الرحيم وجاني سقافة نيكوز جي إيه وربي ربي خيانك غدا إنه لحق إني قباك جمنتيني وما أنتم بمعجزين إذ الرب الرحيم سقافة تانينا ويستنبئونك سعوديفة يا محمد أحق هو قرآنهم بكم الرب الرحيم فهي جاني سعوديفة ني مشرك اوام کنی خراب بیتی متاج باتو خونی سو دی فتن قرآن نی خون دکومت رب راهی جانی اما آدم نی منو بلم تو خونی دکومت رب راهی جانی سو دی فتنی کجینی ای ایدو بادا و ربی ربی خیان که هنه انهو لحق کنی نی دکا کجی بنتینی قرآن نی ربی راتو نی دکا کجی بنتینی آدم نی سنی بلم ایسنی دکو نی دکا کجی بنتینی وما أنتم بمعجزين إذ الرب دراه إضافة تاني ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ولو أن لكل نفس أدوته كل لبونات أدوته ظلمت كان قبرت تكاو هم تو توجت بدوته وندج خيثت هندي دوته لابتدت به هد من التمولة لثاني الفرانين ولو أن لكل نفس ظلمت جيك إدو رق إدكاو ثبته كل لب باطل هم تو تكاو شركي حجت فيه وندج خيثت دنيا رائدو أركتني لابتدت به ثاني فرتي وأصروا الندامة والريب الداهني بياك يا ما شئنا ثاني سرقنا لما رأوا العذاب قطعته قهركا بديبا ليس ثاني هنجتين بنا وقضي بينهم بدو ثاني الدوبة فردين بنا محقا وهم لا يظلمون إثانهم ميدما حمتون دلقين الرتين دو فلتو دلقني سران الرسو جيشو آية ألا إن لله ما في السماوات والأرض ألا إن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ألا نجي إن لله ربي في ونطر بلسمي دجي قالوا ربي في ألا نجي إن وعد الله بلمني ربي كافهم بلمني دباكي من تهني ولكن أكثرهم لا يعلمون قدن ما بلم ربي خنن بيخ الله ألا دقيا إن لله ربي سهمة وان سئلتش قالوا هنداه خربي في إساء وميس أركاكبا ألا أما دقيا إن وعد الله بلن ربي بلني حق تباخج بنتيني وان رب العالمين بلن تاعا إرعاف انجر ولكن أكثرهم لا يعلمون ودن كافراهم بيخم بلن ربي أنكم قبول ويحيي ويميت وإليه ترجعون ويميت ربي تعجروا أركانهما وإليه ترجعون آخرة مساد فمجدات النموجدات لقابر بادونا يا أيها الناس قد جاءتكم من ربكم وشفاء لما في الصدور وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين يا أيها الناس يا أمتنا قد جاءتكم دبان سندوست قرس رب الرائي سندوست وشفاء دوان دكتو باطل دكتو بقمال لين سندوست
يا أيها الناس يا أمتنا قد جاءتكم دبان سندوت موعظة من ربكم رب الرحمن سندوت تقاهو برسائي سندوت حقا في خير خير سندامي شركي في شر رافقاتو خير سندامي وهدى جلنا الرحمن جلو لني وشفاء لما في الصدور دوان تقوم أمال لني سندوت دکم نے قبان آشک کی فشر کی وہودان گوند جلینا راتی کا چیلنی اس قرآن ورحمت للمومنین رحمنی ورگائی ست امنو لینی سنستی دفے قرآن قول قل بفضل اللہ وبرحمته فبذالک فلیفرحو هو خیر مما یجمعون قل جی یا محمدو بفضل اللہ ارجم ما ربیت وبرحمته طل ربيتي فبذلك أرجم ما طل ربي خنتي فيفرهوا آغم ودو حلقي قرآن في نبي وخير مما يجمعون دنيا ولقبني قمدون قرآن قمدون اجتالا تبلغهم يا رسولنا ارقاهين يبيك جيسي أمرا إياهم لا رسان قمدون بأن يفرهوا خن قمدنستي بالإسلام إسلام النكة قمدنه ميزو وشرائعه شريعة إسلامنا قرآن في علم قرآن فإن ذلك قرآن مخنا قمدود خير مما يجمعون وأولك من الراحة عام دنيا جتشون قاتل لوبا وشفا دنيا تمتودا دهنر وما يعقب من آثار سيئة لا تتمل ولا تتاك هداية الآية وأن آية نغت نمقة جيسو إذا عذاب يوم القيامة بدنا عذاب بيا قيامة حتى إن الكافر لا يود كافر نفسه أن يفتدي منه عذاب قيامة رأي فروض فنا وان تشي غيث السيرون دان رمضة تغيير ربوبية الله تعالى رب خلقه هند أمي خم قد فتاولا نوسب الشيس في العالمين العلوى والسملة عالم جلا قباته تدفع ألي شهادة مو بفضل القرآن فجاسو رتكاهو جاسسو رجعلما قرآن آهمو جدنا قرآن آهمو لما يعملو هوان النبات نسو قرآن نخن من المواعيد قرصاز والهدى جلنا الرهوان السنجلني رحمتاز وشفاء دواد اكتبات الدواء شكي شركي أورفا يستحب الفرع بالدين دين قمدون برباتتا ويكره الفرع بالدنيا دنيا قمدون جبا أمو دين قمدون سنة آية قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل الله أذن لكم أم على الله تفترون قل يا محمد أرأيتم ما أريد ما أنزل الله لكم والربين سنيبو سرزك الله فجعلتم منه وانمر ومن ثم قرف الراحة قوتاً حراماً وقريب وناجستني وحلالاً قريب حلالك قدستن قل جئيني الله أذن لكم ربي قدانا في وانكنا خنا أيام سني ولمو أما على الله تفترون مو رب الركجب خيسني له قل رأيتم ما أديسا مشركة خنا انجي ما أديسا يا أمة مشركة استفهام تقريري يودا ما أنزل الله لكم من رزق وأن ربين سنيخان رزق رانبا تفا لما تفا قروق دستنفا فجعلتم منه حراما قريب ودعنجتني خفرت حرام قوتا كالبهيرة والسائبا فا ودعجاني والسياد والسوداس التي تؤذنون الطواف خيسين عن طواف حرام في الرب قوتا والعرس والروداس الذي جعلتموه لآلياتكم قد آوه ناس خجستا وعلالا قريخا على القرصا بغطيف اندوتها الله أذن لكم رب ما شريعتنا أيام سني ورمو أما على الله تفترون مرب الركجب خيسني رب ما أيام وعيد أن نقود يوني خجستا فلما تنكرون الوحايا وعي ما جدني خجب سيرتا لك وربنا أيام ننقون يوني خجستا ولا ان ما دي ترب الرخيب خايوني فيتن اي غسوبايتن وني في كيف جرتني الرحم اجروداتي
وقال رب الرخيب خيثاً جيتشماعي وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون وقال وانما ربين مقرسة وانما ربين ومحانا قريب ورجاني وكفر التاران قرنقري على القرة تنبغتيها وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ورب الرسيب خايوهوني مالو ما يعدني الرقنين وما ظن الذين يفترون على الله الكذب ورب الرسيب هنجر خايوهوني يعدى الرقن ساهر رقن ثاني قيام يا مامين إن الله رب الذو فضل على الناس أبار أمت قدات بيارك ولكن أكثرهم لا يشكرون ودون ما قلت انقبن مليت آية وما تكون في شأن وما تتلو منه من القرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أكبر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين وما تكون وأنت يا محمد وهن أركمت في شأن هجيد هجيد لقافة في الراسات هيست وما تتلو إن قرأت من هجت نمو قرآن الرى من قرآن آيات تقل إن قرأت ولا تعملون من عمل دلقات كل هجتني دلائد إلا كنا عليكم شهودا إثنر الرقاتا نمليج ربي وما تكون في شأن وجيت التغيدة الله نركم في عامهم مدو برثهم مداتات أما اللي قاتل وجيت دلقا براتات واتك غيدة الله نركم وما تتلوه انقرات منه وجيت نرى آيات قرآن الراته انقرات ولا تعملون من عمل دلقا إلا كنا عليكم شهودا سنبرا جلاني أقر رمالي إذ تبعيدون فيه أبعادت سنتنو سنبرا جلا وما يعزبهم فقات ربي خير راهن ضغط فقات قادرين متين تقرادة جسمي خيث الرب راهن ضغط وما يعزب ربي راهن فقات ضغط قادرين متين تقرادة جسمي خيث ولا صغر من ذلك ونمتير رديد قادر خلتير ربور قدوت رب الله اندغت إلا في كتاب مبين الله المعبود كيف يفتهم له وينم لدو صغيرا متير ديدك وسواء كانت في الأرض التعدو وسواء رمتير رديد قادر متير ربودت هداية الآية آية نياك جدت تقرير الوحي وإثباته للنبي صلى الله عليه وسلم نبي محمد وحي داني عصاوا وحي داني تليا أما اللي محمد التوحي داني تفاجه شنوخاني لما فان التعريم والتعليل من الله تعالى دون سائر خلقه وحرام قدون وحرام قدون ربي أركاق وملي نمنم وغري فرد تياران ورجيه وغري علال قدتو هندنين صدفة حرمة الكذب على الله وإن صاحبه مستوجب للعذابية أما رب الرقيب خائن حرامي نمني رب الرقيب خون أما عذاب ردات وتيجيش كتاب الطاعات أو رفا ما أعظم نعم الله تعالى على العباد وما هذا فهم لا يشكرون إلا القليل منهم أما اللي قدنا خلنا ربين قبروتا طلع طلع ربين قبروتا رت طلع وقا والله انتموجا أكثى وجنين هم ذي كاملة جلتن أبني آياني شرفة وجوب مراقبة الله تعالى وحرمة الغفلة في ذلك والرب إنما قرأ خنا خيزتي حق ربي أجتني ربي جلتا قلتوا واجبي أمور رادقتوني الصارام جج جعفة إثبات الله المعظوم وتغريره كما صرحت به الآيات والأحاديث جا الله المعظوم جاني تجد خني أموه وجير هند غيزة كتبم كما صرّت أتعاني في عجز منه أديتني ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون أولاك يا إن أولياء الله ولي الرب وهو المؤمن التقي
مؤمن تو ربي خرج صدات لا خوف عليه ولا هم يحزنون صدا يادن قام ديا قيامه حديث صدات يا عبد بجانت ايتون ايمانه وتقواه على نور من الله فكل ايمان ثاني في صدان ثانيكم قران مجوته على رجاء ان اولياء الله ولي ربي قبروت ربي صدا يادن قام ديا بيت صدات اي يدوب قبروت ربي الذين آمنوا والرغي سادوا باندقون فيه وكانوا يتقون رب صداتو مجيش يو إيمانا قبان رب صداني سامي خيث يو برسن الله وليين جامني مجيش وليو كتاتيز جلقان اتركبان مليشن جيراني من الوطاني متين مجيش لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم اللهم قبر ربي هنا وقبر جود عجل جلو دنيا في اتمال ثمنا مقاري أركبا حنا من أركوفا وفي الآخرة في آخرة قبر جود جدا في فول ربي أركوفا لا تبدل لكلمات الله جيران انتان بلما ربي ذلك هو النمو ايقا تو قبر جود دنيا آخرة قدوم كني ملكين سين قرقود دوتاتي لا تبدل لكلمات الله بل لما ربي جيران انتاني خاني رب العالمين ان قبروتن ساقارين ابلامي ذلك دوبا بل لما قارير كدوم كني ملكيزين قرقدو داتي بدر رائع ولمني جنة سينوجا هداية الآيات واني آياني ردنا مقجلت ولاية الله بتاعته وموافقته في محبه ومكاره هي ولي ربي تهون قال رب الغدور رب جتمورا وان النجالة توفر